بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه الى فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. نعم وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب شرق تركيا واسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. وقد اعرب جلالته في البرقيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامه الرئيس التركي ولاسر الضحايا ولشعب تركيا الشقيق في هذا المصاب الاليم راجيا جلالته العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان متمنيا جلالته للمصابين الشفاء العاجل مؤكدا جلالته تضمن مملكه البحرين حكومه وشعبا مع الجمهوريه التركيه في تجاوز هذه الكارثه الطبيعيه داعيا الله عز وجل ان يحفظ الجمهوريه التركيه وشعبها الشقيق من كل مكروه